أن نتحدث ونستطيع أن نقول بأنه الموسم الذي كان استثنائيا للعربوية لم ينجحوا في الوصول وفي استعادة اللقب الغائب، لكنهم يريدون ذلك من خلال هذا الموسم. الله على التسديدة، الله على البداية. النادي العربي يريد أن يستغل الظروف لأنها لم تكن معاتية في كل مرة. أخضر واسم عربي، أخضر يا حلو الأخضر، أخضر واسم عربي. اللي يقدم أداء ممتازا من علاء الدين الدالي، 3-1 الآن. هنا المتابعة، هنا المحاولة إلى السنوسي، السنوسي الآن، يا الله يا ختموها، وفي المرمى سجلوها. الليبي يسجل، الليبي الكبير المطوع، بدران على التنفيذ الآن. هدف التقليص، هدف تقليص الفارق لدى الكبير بدر المطوع اللي يسجل في الدقيقة 23 بعدما رأينا هدف العرباوية. بعد دقيقتين سجل بدر المطوع من ضربة جزاء، وبالتالي كرة اللعب إلى السلمي، متابعة باتجاه المرمى، ولكن في صافرة ورايه وتسلل. هل يقترب العربي إلى اللقب السادس هذا الموسم؟ هل يتساوى العربي مع القادسية؟ وهناك هدف، احتساب حكم اللقاء، هدف يعني. نتابع لي أيضا حكم اللقاء، هدف ثالث ليل. كرة اللعب الآن، أنتي ميشا لاعب الدولي السابق لمنتخب كرواتيا، عمل مساعد لمنتخب كرواتيا في موسم 2015 حتى 17. هنا التسديدة يا على هدف، وبهدوء تام من الأنصاري ينتصر للقادسية الآن، يقلص الفارق 3-2. هنا لفهد الأنصاري، وبهدوء كبير من الأنصاري يسدد 3-2. هل اصطدمت بالمدافع؟ بالفعل اصطدمت بالمدافع. لي ايضا يعني القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، كرة اللعب الى سولومون الان. الله يا على النيجيري، يا على معادلة النتيجة. لم اكمل الكلام لم ينتهي، التعليق لم ينتهي. 3-3 يا على النيجيري، يا على النيجيري. سولومون بهدوء كبير يعادل النتيجة بعد